بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخوكم ريا أوسم زد. جناكم بحلقة جديدة من لعبة ذا سيمز 4. طبعا اللعبة هذه كذا الناس يجوني كثير في تويتر يشطحون لي ريان لعب سيمز 4 ريان لعب سيمز 4. أنا ما أدري وش اللعبة هذه ويعني أسمع عنها كثير للأمانة، وعارف إن اللعبة يعني نظامها مخمخة، يعني نظام ما أدري إيش، راح بدأ تفرج على التلفزيون ابن بيتك تضبط شخصيتك. ما عمري لعبتها أبدا ما عمري لعبتها، راح ألعبها معكم الحين، راح استكشفها معكم وراح تساعدوني، يعني بعتمد على الله ثم عليكم. يعني أي شيء أو أي استفسار راح أسألكم وأنتم تعلموني في الكومنتات، وراح نخليها سلسلة إذا عجبتكم وإذا عجبتنا. فيب اكتبوا الكومنتات، هل تبغون نكمل هذه السلسلة، هل تبغون نعتمدها كسلسلة أساسية في القناة ولا لا، تكون كذا سلسلة The Sims 4. فأنا صراحة متحمس ليه، لأن أشوف الناس يلعبونها، الناس يعني يحبون اللعبة هذه. فنقول إن شاء الله راح تعجبكم، إن شاء الله إنه يكون ودكم إنها تكون سلسلة رسمية في القناة. يب اكتبوا الكومنتات او صوت فوق على اليسار او مدري فوق على اليمين، وخلونا نوصل اكبر عدد من اللايكات. خلونا مدري اذا عشان نشوف حماسكم قديش حماسكم، خلونا نوصل 15000 لايك. اذا وصلنا 15000 لايك بحس اني من جد تبغون انتم اللعبه هذه. فيب خلونا نبدا الحين، خلونا نبدا ونشوف ايش بيصير. اتوقع ان هذه راح تكون البدايه، يعني ضبطنا شخصيه نسميها اتوقع. اوكي خلينا نحط اوكي. يقول ويلكم تو كرييت ا سيم، هنا كرييت ا سيم. اوكي يس اسحب عليه. يمديك تختار الظاهر جنسه ذكر ولا انثى، تلبسه الظاهر مشيته كل شيء. يس اوكي فاهم كل شيء. اول شيء اتوقع ان راح نختار الجنس ذكر ولا انثى. ما ادري هل تبغون احسن نسوي شخصيه يعني انا كاوسمز، ولا اسوي شخصيه شاطحه كذا ونلعب، يعني نلعب فيه مالي صراحه. ما ادري اخاف اني اسوي شخصيه يعني يقولون احمس ان تسوي شخصيه ثانيه كذا شاطحه. ايش رايكم سميني شخصيه شاطحه؟ اتوقع اني راح اسوي شخصيه كذا شاطحه تستمر معنا في هذه السلسله. طيب خلينا نشوف هنا، خليناها ميل طبعا سوي، خلي السويت بعد شوي، خلينا نشوف هذه. اوه وش ذا؟ هذا بزر، ما يعني اذا جبنا بزر عصابه فيزي علينا خلاتك على قلبش عيونش. اوكي الظاهر هذا نخلي شخصيتنا وشو، بزر ولا مراهق ولا شاب ولا شايب؟ طيب ايش رايكم يا عيال؟ والله ما ادري يا اخي، والله لعبة حماس. خلي ادولت بالغ نبي يا كبو ولا شايب؟ طيب ابى اخليه صراحه، اخلي مراه، بخليه ينج ادولت. اوكي ساكيني ميكسلن صوت ايجر كذا فابني باب ساني كراش اب سوارس وكذا مره زياده. خل عادي خل عادي. طيب اوكي خلينا نشوف المشيه. لا ايش المشيه؟ خلي واحد اسمه حنفي. اوكي بحاول اني اخليه كذا واحد، ما ادري محتار يا والله ما ادري، بخلي واحد شطحه. اوكي بسميه حنفي زي العاده، تذكرون من زمان ايام مايكرو او مايكرافت ظاهر كنا مسمين حنفي، يعني نحب اسم حنفي كشخصيه، فخلنا نسميه ذا حنفي. اوكي خلنا نخليه ما ادري، بخلي واحد زاح، ما راح اخلي خكري زي ذا. يا قلبي على الخكاره وش ذا؟ اوكي خلى كذا. هلا اوه ذا معصب سكران ذا. دايخ. اوكي هذا نشط كذا ورا جاي كذا كريبي مره يخوف. طيب اصبر راح اخليه مشي عادي، ايش رايكم؟ اوكي بخليه نشيط متحمس. اوكي طيب خلينا نخليه، ايش رايكم نخليه رياضي ولا نخليه حبيب ولا حنبي؟ وش نخليه بالضبط؟ طيب خلوا رياضي، خلينا نخليه رياضي. اوه نكتسب ظهر خاصيه اللي بعدها. اوكي خليه نشط ولا نخليه كيرفل ولا راي هوشات فوموي ولا خلي رومانسي؟ انشيبي. اول شيء راح نسويه راح نخليه رومانسي. اوكي حنفي يا اخوي رومانسي، اسمه ما يأهل انه يكون رومانسي، لكن ما ادري دام بالله ايفل شرير، حاط شرير. اوه اذا حطينا شرير ما ينفع ناخذ جود، ثنتين مع بعض ما تضبط. طيب خاصيه ثالث نبغاها تكون، خلي خاصيه ثالث اكتف. اوكي واحد يو يام نشيط ورومانسي وشرير، والله شرير شاطحه بينهم بس خله. اوكي عوامي. طيب يلا اللي بعده. اوه هلو ماي نيم از، خلينا نسميه فيرست نيم حنفي. طيب ما ادري خلينا نسميه حنفي جاموسه، ما ادري ليه بس كذا حنفي جاموسه. اتوقع كذا خلصنا. طيب يمدينا نغير ملابسه شيء؟ اوه يمدينا نغير تيشيرته واغراضه. اوه يمدينا نخليه نحيف ولا دب؟ والله يبينا نخليه دب يا حنفي ذا، ولا نخليه معضل. وش ذا معضل دب ما ينفع، اتوقع راح اخليه دب. سامبا حنفي دب ورومانسي ما ينفع، شفت النور؟ خليه كذا ولا لا؟ خليه كذا ولا لا؟ ثواني النور لازم تكون ورديه شوي. اوكي طيب هذا التيشيرت يا عمي اصبر. طب ما ادري احس ان جبنا العيد فيه.
يا عيال تكوه خلوني اعطيه تنوره. ثواني ثواني والله ينفع له تنوره بس ما ادري اي لون. خليها حمراء على نفس ال... والله العظيم تصب بغير اسمه بسميه حنفي تنوره. في تنوره والله يا عيال الاسم ينفع له. طيب ايش بقى؟ الجلاسز والاشياء هذه اوكي بدي نخلي له ساعه ما ساعه. وش ذا؟ وش ذا اللبس؟ طقمك يا طيب وش ذا؟ اوه يمديك تسوي له ظهر طقم افري داي وطقم للاشياء الرسميه. والله اذا اللعبه يبي لها مشوار. انا بغير شعره. طيب اوكي مدينا نغير الشعر كو الشعر خليه لا كذا مره لا ولا كدش كذا كنا ايمو. هذه لا ابو كلب بعد هنخليه مصلع. لا ما ينفع مصلع. خليه كذا عيال والله كذا رهيب والله كذا رهيب عيال. هنخليه كذا كانه من جد حنفي. والله يبيك نظارات صراحه الطقه يبي نظارات كذا نظارات توفير. حنفي اقسم بالله انه حنفي يا عيال. طيب خلاص ميك اب اوف نحط لنا ميك اب عيال. لا لا شيل شيل اتوقع ان كذا خلصنا عيال. حنفي تنوره والله رهيب عيال. طيب الجزمه طيب الجزمه خلينا نحط له كذا زنوبات. اوه من الحين ملبسين شراب حنا. طيب بس ما يمدينا اللبسه هذه. اوه يمدينا اللبسه ذي والله يمدينا كفو. خلها هذه حقت ذا بس ابغى شرابات. انا ابغى شرابات وين؟ ايوه شلناها. حلوين حلوين كذا كويس عيال. انا اشوف انه مره كذا كويس. حاولت نعجل الموضوع فتوقع هذا اللي طلع معنا حنفي تنوره. فابغى خلاص اسوي اوكي. كيف اسوي اوكي؟ هذه حفظ. طيب حنفي تنوره زبطنا الوضع يا عيال. طيب موفينج اون يقول سيمز بليس الى اخره. طبعا اول حلقه لازم تكون كذا نضبط شخصيه وشويه من البدايه. ف انتم قولوا لي اوكي حنفي فاوند عند 20000 وش هذا 20000 دولار اتوقع او 20000 ما ادري عملتهم. فا او يمدينا نسوي سيلكت وورد. طيب قبل ما نسوي سيلكت وورد عيال انتم اكتبوا لي في الكومنتات وش المفروض الاول شيء تسويه. واكتبوا لي اول شيء نبغى نكمل تبون نكمل السلسله ولا لا. اعطوني اقتراحاتكم واكتبوا لي وش المفروض اسوي في البدايات. ف طيب سيلكت وورد لا لا اتوقع اني راح اختار مدن. اتوقع شيء زي كذا طبيعه ومدن شويه مدن طبيعه. اوه هلا وسهلا هلا وسهلا. طيب وش المفروض سيلكت بليس تو ليف ان اوكي وتليف. اوه هذا ب 2000 هذا 40 في 30 3000 والله رخيص مره. مو برخيص مره صغير مره. اوكي هذا اكبرهم هذا على الزاويه اكبرهم. ثواني هذا حلو انه مطل على الحديقه هذه ولكن هذا صح انه في الزاويه لكن اكبرهم. اتوقع اني راح اخذ هذا. يمديني انقل بعدين اتوقع انه يمديني. راح امسك الزاويه لانه اكبر شيء ولا اخذ شيء صغير الحين. ثواني احسب حسابي ريان الاكسسوارات اللي جوا التأثيث بدري اشياء جوا اتوقع انه لازم اشتريها ثلاجه كنبات. فراح اتوقع اني راح اختار هذه. اوكي لا ما راح اختار هذه ما عجبني. بختار هذه اوكي بختار هذه ب 3000 ميد تاون ميد داونز ما ادري شو. اتوقع ان شاء الله بعدين يمديني انقل ان شاء الله او اني اشتري بيت كبير. فخلونا نختار هذه ونستعين بالله. بسم الله يلا بشتري يا حبيبي. انقل كونفيرم ذا حنفي عائلتنا ذا حنفي. يلا بسم الله راح نسكن هنا يا عيال راح نبني بيتنا هنا باذن الله. خلينا نشوف ايش بيصير. طيب ليف مود يقول دو يو ونت تو سي ذا ليف مود بعدين يا طيب بعدين يا طيب. طيب اهلا اهلا والله ما ادري ايش التحكم. الظاهر اضغط او جو هير كل شوي اسوي جو هير. اوكي طيب اوكي رايت كيك اسوي موف كاميرا اوكي كذا ابعد. والله وين رحنا احنا؟ وين بيتنا؟ ايش في ذا ايش قاعد يفكر؟ قاعد يدور حب من الحين يا حبيبي حنفي تنوره اهدي يا كابتن. طيب هلا الحين المفروض وين نروح؟ اوكي في هنا زي الوقت الظاهر اني لازم مش هنا يمدينا اوه اسرع الوقت. اوكي لا ارجع يمدينا اوقف الوقت برضه. اوكي خلنا نمشي سبيد 1 خلها كذا. اوه ورا قاعد تمرن في الشارع ذا حنفي تنوره اي قم. اوكي طيب جو جاجينج يمديني الحين اهرول بس ما ابغى ابغى ارجع الهوم ارجع للبيت يا كابتن. خلاص ارجع البيت. طيب وين بيتنا؟ هذا بيتنا هذه المنطقه اللي انا شاري فيها ولا لا؟ وين البركه؟ وين خوينا؟ اوكي في ناس هنا والله تمشي. وين خوينا؟ هذا هو. طيب ابغاه يرجع البيت. هذا بيتنا اي الظاهر هذا بيتنا. طيب ابغى ابني ابغى اسوي شيء. طيب جو جاجينج هرول راح هرول. ايوه غير ملابس لبس ملابس رياضه. طيب اصبر اصبر شوف اوه لقى له واحده رجع. اوكي يقول ريحه سرعه. اوه ريحه يقول في ريحه. طيب اوكي طيب اوكي بيلد مود اخيرا هذا اللي نبغاه احنا نبغى نبني. طيب بسم الله. طيب هذا مبنانا اوكي هنا نبني. طيب المتبقي لنا الحين عيال 17000 شيء. اوكي 17000 شيء ما ادري 17000 عمله ما ادري وش هي. اوكي هذه مدري ايش خلينا ننزل شويه تحت. طيب لازم اثث بيتنا بس. طيب خلينا ناخذ
اوه 13000 يا عيال، وش ذا غالية؟ 2000 والله غاليات مرة. 15000 هذا. طيب اتوقع انا راح نبني شيء على قد حالنا لين نجمع فلوس، ما ادري صراحة كيف نجمع فلوس. ابغى واحد كذا يكتب في الكومنتات كل شيء، يا ريال عشان تجمع فلوس سوي كذا، يا ريال عشان تسوي، يا ابغى واحد يشرح لي اللعبة كامل واكون يعني كله شاكر. فطيب خلينا نشتري لي شيء رخيص، اوكي؟ ورانا تأثيث اذا غرفة ما ادري مطبخ هذه ب 2000 شوي. والله هذا بكيف، خلينا باخذ هذا. طيب اوكي بعدين. هو يمديني غير لون، بخلي الديزاين كذا ازرق مع ولا كذا خايس، كذا حلو. طيب باي روم بسم الله. طيب شريناها اوكي، المفروض نحطها ما ادري وين هذا، ايش مطبخ؟ طيب خلينا نخلي المطبخ وما تدخل يسار هنا. اهلا وسهلا، اح والله خصم منه فلوس. طيب مدينا نعدله، مدينا نقلبه، حلوين. خلي المطبخ كذا، هذا وش ذا؟ اوه نخلينا، اوه مدينا دي نضبط السقف، ما ادري خلى اعلى شيء. هل هو وش رايت انا؟ اوه يمديني احرك كل شيء، اوكي والله حركات يا عيال. اوه فلات سكوير، اتوقع اني انا حاليا عيال قاعد اسوي ارضيه لنفس المبنى. طيب لو قلنا مثلا ابي اشيل هذا كله، لا ابي اشيله كله، كيف؟ ايوه بحطه هنا. اوه يمديني، كفو. طيب اشيل هذا كله، رجع شوي ورا. طيب اتوقع اني راح اعبي المنطقه هذه كلها، قاعدين نتعلم، راح ما ادري ابلط كل المكان هذا. اتوقع ان كذا هذا الطريق الصح. اوكي لا ارجع هنا انت، لا والله ما ادري انا اللي قاعد اسويه صح ولا لا. اوكي سوينا طريق، سوينا جدار من ورا، اوكي حلو. طيب هذا المطبخ، طب هذا لو بشيلها بعدين نروح من البيبان ناخذ الباب حقنا. يا سلام، طيب حلوين. باين اني حايس في ام اللعبه، ما ادري ايش المفروض اسوي. طيب انا اتوقع اني راح اوقف هنا، ما ادري ليه اتوقع اني راح اوقف هنا، ما مداني اسوي شيء. ادري باين ان اللعبه يبيلها التفكير، يبيلها تعرف لها، يبيلها واحد يعرف لها يعني، ويبيلها واحد يعرف اساسياتها. انا حست الدنيا هنا والله اني باين اني نوب مره، ما ادري ايش سالفه اللعبه. فاكتبوا لي بالكومنتات، حاولوا تساعدوني، ساعدوني في تويتر مثلا، كلموني تويتر، علموني ايش المفروض اسوي، هل مديني اشيل هذه كلها، ابني شيء من اساس من جديد، اجمع فلوس عبال ما يعني اضبط الحلقه الثانيه، افهم اللعبه شويه بعدين ارجع لكم. فيب عموما يعطيكم الف عافيه المشاهده، ان شاء الله استمتعت بالحلقه هذه. اذا تبغون نكمل زي ما قلنا لكم حطوا لايك، واكتبوا لنا بالكومنتات اقتراحاتكم وارائكم. فيب يعطيكم الف عافيه المشاهده، لا تنسون اللايك وفضل سبسكرايب، ومع السلامه.